العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن وفي إيران وإسرائيل تراشق نووي. طهران تؤكد استمرار التخصيب في مفاعل نطنز وتتهم إسرائيل بالمسؤولية عن استهدافه. حذر أمريكي وتحذير أوروبي من التأثير على المفاوضات النووية. استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل. السعودية مفخخات حوثية. الحوثيون يعلنون استهداف منشآت عسكرية ومدنية سعودية، من بينها مصفاة لشركة أرامكو بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. ومعارك طاحنة في مأرب بين الجماعة والجيش اليمني. تركيا تعاون عبر المتوسط. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يزور أنقرة لأول مرة ويلتقي أردوغان. واجتماعات للجنة المشتركة العليا التركية الليبية لتعزيز التعاون بين البلدين. حياكم الله. البداية من الملف النووي الإيراني، حيث أكدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن التخصيب مستمر في مفاعل نطنز رغم تعرضه للهجوم. ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن مصدر مطلع في وزارة الأمن أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال إن حكومة بلاده تحمل إسرائيل مسؤولية الحادث. وأضاف ظريف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني أن إسرائيل تريد الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع العقوبات، كما هدد بالانتقام ردا على الهجوم. بدأت لهجة الوعيد تطفو على المشهد الإيراني بعد توجيه أصابع الاتهام إلى تل أبيب صراحة بتدبير عملية استهداف منشأة نطنز. ويبدو أن طهران تضع هذا الاستهداف في خانة محاولة إسرائيل استدراجها نحو تصعيد، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لإعادة الاتفاق النووي إلى الحياة. سيكون لدينا رد على إسرائيل في الزمان والمكان المناسبين، فهي تسعى إلى التشويش من خلال هذا الحادث على مسار محادثات فيينا. استهداف المفاوضات الجارية فخ إسرائيلي، تقول طهران أنها لا تريد الوقوع فيه إذن، ما يعني ربما تأجيل الرد الإيراني إلى ما بعد اتضاح ملامح نتائج طاولة فيينا. وفي التحليل يقال هنا أن شكل استراتيجية طهران المقبلة مرهون بمواقف الغرب من حادثة نطنز. في حال لم تقدم المنظمات الدولية والدول الغربية على إدانة الأفعال الإسرائيلية والوقوف بوجهها، فإن شكل السياسة الإيرانية سيشهد تغييرا، تحديدا في الحكومة الإيرانية الجديدة. في مفاعل نطنز النووي أكثر من 5000 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول، هذا وفقا للاتفاق النووي. أجهزة عززت من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% باستخدام أجهزة من الجيلين الخامس والسادس، والأحدث منهما جيل تاسع تتواصل الاختبارات عليه. تقول طهران أن حادثة نطنز لم توقف قدرة المفاعل على التخصيب كليا. يبدو أن طهران حددت مسارات ثلاثة عقب حادثة نطنز. سياسيا تتحرك في الأوساط الدولية لإدانة تل أبيب وفي الوكالة الدولية تحديدا. تقنيا تستعد لاستعادة عجلة البرنامج النووي الإيراني بأجهزة طرد مركزيا متطورة. أما عمليا فللحرب الخفية أسرارها، يقال هنا. ياسر مسعود، العربي، طهران. دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إلى فتح تحقيق لتحديد المصدر الإسرائيلي الذي سرب سلسلة الإجراءات ضد إيران والمنسوبة إلى إسرائيل. واعتبر غانتس أن هذا التسريب مشكلة حقيقية قد تضر بقوة وأمن دولة إسرائيل ومصالحها. على صعيد المتصل أكد غانتس أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي في مواجهة جميع التهديدات وفي مقدمتها إيران. إسرائيل تنظر إلى الولايات المتحدة كشريك كامل في مواجهة جميع التهديدات ناهيك عن إيران،
وتشكل طهران اليوم تهديدا استراتيجيا للأمن الدولي والشرق الأوسط بأكمله ودولة إسرائيل. وسنعمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين لضمان أن أي اتفاقية جديدة مع إيران ستؤمن المصلحة الحيوية للعالم والولايات المتحدة وتمنع سباق التسلح الخطير في منطقتنا وتحمي دولة إسرائيل. نفى البيت الأبيض أي علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم الذي استهدف منشأة نطنز في إيران. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعهده الشخصي بدعم أمن إسرائيل واستقرارها بوصفها جزءا أساسا من أمن منطقة الشرق الأوسط. بصفتها شريكا استراتيجيا رئيسا للولايات المتحدة، فإن علاقتنا الثنائية مع إسرائيل على وجه الخصوص تعتبر أساسية للاستقرار الإقليمي والأمن في الشرق الأوسط. وخلال لقائنا أكدت للوزير بيني غانتس أن التزام بلادنا تجاه إسرائيل مستمر وصارم. عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه كل محاولة لتقويض المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مطالبا بتوضيح ملابسات حادث منشآت نطنز توضيحا معمقا. الاتحاد الأوروبي رجح أن يكون الحادث عملا تخريبيا، مشددا على أن مسألة الاتفاق النووي الإيراني يجب أن تحل عبر المفاوضات وليس عبر العمليات الهجومية. ولرصد آخر التطورات وردود الفعل حول هجوم منشأة نطنز تنضم إلينا شبكة مراسلين من بروكسل وطهران والقدس وواشنطن، وأبدأ معك ياسر مسعود من طهران. وهذا التأكيد من قبل وكالة الطاقة الذرية الإيرانية على أن مفاعل نطنز مستمر في التخصيب رغم هذا الهجوم، وقبل قليل بحسب نيويورك تايمز التي نقلت عن مسؤولين قولهم أن تعطل الكهرباء في نطنز سببه انفجار استهدف الكهرباء المغذية لآلاف أجهزة الطرد المركزي. كيف لها أن تعمل بعد هذه الأخبار أو أن تستمر في تخصيب اليورانيوم في ظل هذه الأخبار؟ وسام، وفقا للرواية الرسمية التي تحدث بها المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكذلك رئيس المنظمة علي أكبر صالحي، أكد لأكثر من مرة وفي تصريحات مختلفة من أن العطل الذي أدى في مركز تخصيب اليورانيوم هو جزئي، على اعتبار أن انقطاع التيار الكهربائي أيضا كان جزئي على حد قول صالحي. وأيضا أكد صالحي من أن كهرباء الطوارئ في منشأة نطنز بقيت يعني تمد الكهرباء إلى المنشأة، وبالتالي لم يتم انقطاع التيار الكهربائي بالكامل إلا في أجزاء معينة، وبالتالي هذا ما تضررت به. على جانب آخر أيضا أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي قبل قليل بأن الآن بدأت عمليات استبدال الأجهزة الطرد المركزي المتضررة أو التي حدث فيها خلل في تخصيب اليورانيوم بأجهزة أخرى، وهذه الأجهزة أكثر تطورا على حد قوله. وأيضا أكد ما ذهب إليه الصالحي من أن عودة منشأة نطنز خلال الأيام القليلة القادمة ستكون بقدرة 50% أكثر ويعني أشد مما كانت عليه في السابق على حد قول غريب أبادي. في التحليل هنا يجري هناك الكلام الكثير حول وحتى على لسان مسؤولين، وكذلك هناك مطالبات ودعوات من قبل وجوه تحديدا وصولية وكذلك أيضا من برلمانيين، وربما الأبرز من بينهم هو النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري الذي يعني دعا إلى مساءلة الجهات المعنية في تحصين منشأة نطنز باعتبارها كانت مسؤولة عن تأمين هذه المنشأة. وسام، هذه المنشأة هي تعتبر من أهم المنشأة الإيرانية في تخصيب اليورانيوم وتحديدا في ضخ الغاز اليورانيوم بأجهزة متطورة منها الجيلين الخامس والسادس كما تم الإعلان قبل يومين. طيب، بالنسبة لواشنطن زيد بنيامين معنا من هناك. البيت الأبيض قبل قليل نفى أي علاقة للولايات المتحدة بالهجوم على منشأة نطنز في إيران، وهو ما أوردته واشنطن بوست بالأمس
أن الإدارة الأمريكية تعلم بذلك لكن لم يكن لها أي دور بهذا الهجوم. بالتالي السؤال الذي يطرح الآن، كيف يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تنسق بين المواقف، تركز على المحادثات الدبلوماسية وعلى السياسة في موضوع الاتفاق النووي الإيراني، والحرج الذي تسببه إسرائيل وهي الحليف الأبرز للولايات المتحدة في المنطقة من خلال هذه الهجمات، كيف يمكن أن توفق بينها؟ نعم وسام، فقط بالعودة إلى مقال نيويورك تايمز، مقال نيويورك تايمز الذي صدر قبل ساعات أشار إلى دور إسرائيلي ولم يتحدث عن تبني إسرائيل بالكامل لهذه العملية، وبالتالي هذا السؤال الذي طرح اليوم في البيت الأبيض ربما كان محاولة لمعرفة من هي الجهات الأخرى وإن كان هناك أيضا دور أمريكي في هذا الهجوم. حسب التقديرات الأمريكية أن الهجوم في نطنز أعاد البرنامج النووي الإيراني 9 أشهر إلى الوراء، وهذا سوف يقوض من قدرة إيران على التفاوض في فيينا خلال الفترة المقبلة. أما هل إسرائيل تأخذ رأي واشنطن أو تستأذن واشنطن في أي عملية فهذا أمر مستبعد جدا، ولهذا نرى أن واشنطن أرسلت أول مسؤول إلى إسرائيل هو مسؤول عسكري وليس سياسيا، فبالتالي هناك محاولة للولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه العمليات في هذه الفترة بالذات وتقديم تطمينات سواء من خلال مبيعات الأسلحة أو من خلال التعهدات العسكرية لإسرائيل من أجل التوقف خلال فترة المحادثات. هذا كل ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة تجاه حليف يرى أنه في وجه المدفع هناك في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمن عقائده هو أن الهجوم الاستباقي من أجل منع يعني أي هجوم على دولة إسرائيل. نعم وسام. نعم. بالنسبة لمراسلنا في القدس أمير الخطيب، وبعد فتح هذا التحقيق الذي أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لتحديد هوية المصدر الذي سرب سلسلة الإجراءات الإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، وهناك اتهامات على أعلى المستويات، نتنياهو أيضا في مرمى هذه الاتهامات، بالتالي هل إيران ومجريات إيران فرقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صح التعبير؟ بداية وسام، لا يمكن فصل الصراعات الإقليمية التي تخوضها إسرائيل في المنطقة عن المشهد الداخلي الإسرائيلي. اليوم نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال من خلال تصريحات لكبار المسؤولين السابقين في أجهزة المخابرات الإسرائيلية وفي الجيش الإسرائيلي. رئيس الموساد السابق تحدث اليوم بشكل واضح أن إسرائيل من خلال كمية التسريبات هذه تذهب باتجاه تغيير سياسة الغموض، وهناك يعني معلومات واضحة أو مصادر واضحة تقول بأن القيادة الإسرائيلية هي من تريد أن تنسب إليها هذه التسريبات وأيضا هذا الهجوم على المنشأة الإيرانية، هذا من جانب. من جانب آخر، وإذا تطرقنا إلى تصريحات أخرى على سبيل المثال، نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي السابق قال وبشكل واضح وسام أن نتنياهو تعمد أن تكون هذه التسريبات في الإعلام الإسرائيلي العربي والدولي كذلك الأمر بغية أن يجير ذلك لمصالحه السياسية على وقع طبعا الأزمة الداخلية في إسرائيل. نظرا وعلى هامش كل هذه المعطيات، قضية التسريبات هي القضية الأبرز وهي النتيجة أيضا أو هي السبب لدعوة بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للمستشار القضائي للحكومة بأن يفتح تحقيق واضح من هو سبب هذه التسريبات ومن هي هذه المصادر. طبعا في إشارة واضحة في المشهد الإسرائيلي إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلي قد يكون الاسم الأول الذي يخطر ببال ربما أساس الإسرائيليين على ضوء التطورات الداخلية. هذا من جانب. من جانب آخر، وإذا ما تطرقنا إلى التصريحات الرسمية وعلى سبيل المثال المؤتمر الصحفي الذي كان بين رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم ووزير الدفاع الأمريكي، لم يكن هناك أي ذكر رسمي، كان هناك غياب رسمي لذكر هذا الهجوم على المنشأة الإيرانية، حتى أن وزير الدفاع الأمريكي لم يذكر الشأن الإيراني أبدا على المنصة المشتركة التي جمعته مع نتنياهو.
شكرا لك أمير. إلى مراسلنا في بروكسل لبيب فهمي، ولنفهم أكثر طبيعة هذا الموقف الأوروبي مما حدث في منشأة نطنز. إذن الاتحاد الأوروبي لبيب دعا إلى الحلول الدبلوماسية، لكن شهدنا في ذات الوقت بيان وتصريح لوزير الخارجية الألماني كان أكثر لربما تشددا من ناحية الموقف. بالتالي هل الاتحاد الأوروبي فعلا على قلب رجل واحد، أم أن المواقف تتباين؟ على ما يبدو أن ألمانيا لها أسباب تدفعها أكثر لإدانة وما حصل في منشأة نطنز ومحاولة التهدئة بأكبر قدر ممكن من قبلها. وسام، بالطبع داخل الاتحاد الأوروبي كل يغني على ليلاه، كل يدافع عن مواقفه الخاصة حتى فيما يتعلق بالسياسة الأوروبية في مجموعة من الملفات. فيما يتعلق بالملف الإيراني، حاول الاتحاد الأوروبي اليوم أن لا يكون له موقف. فالمتحدث باسم جوزيب بوريل قال اليوم بأنه ينتظر الاتحاد الأوروبي ينتظر التحقيق المعمق في هذا الحادث قبل اتخاذ أي موقف أو إجراء أو عقوبة أو أي شيء بعد هذا التحقيق المعمق. وبالتالي فعلى هذا الحادث أن لا يؤخر أو أن لا يؤثر على الاجتماع المرتقب في فيينا بين جميع الأطراف المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وخاصة ما يريد الاتحاد الأوروبي وهو عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني، وهو يعمل من أجل ذلك بكل قوى. لذلك فالاتحاد الأوروبي يحاول التهدئة ويدعو إلى التهدئة، ولو حتى ولو كان الطرف الألماني يشدد ضده، عبر عن تصريحات ربما أكثر شدة أو أكثر حدة ضد طهران، فإن الموقف العام هو العودة إلى طاولة المفاوضات، وأنها كل الحل للملف النووي الإيراني يتم عبر المفاوضات وعبر النقاش في فيينا، وخاصة بعودة الولايات المتحدة إلى هذا الاتفاق. إذن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرق مسار الحادث عن مسار المفاوضات في شأن الملف النووي الإيراني. الحادث يجب أن يكون هناك تحقيق، والملف النووي الإيراني يجب أن تستمر المفاوضات بشأنه في فيينا لعودة لإحياء هذا الاتفاق وعودة الاتفاق إلى الحياة، لأن هذا ما يهم الاتحاد الأوروبي الذي سهر على إعداد وإنجاح هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك لبيب فهمي من بروكسل، وأيضا الشكر موصول لشبكة مراسلينا في طهران والقدس وواشنطن. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر الآن على الشاشة. إذن إيران تعلق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، وذلك ردا على العقوبات. إذن أكرر، إيران تعلق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، وذلك ردا على العقوبات التي فرضت عليها من قبل الاتحاد الأوروبي. نتابع في أخبار العرب اليوم وننتقل إلى تطورات المشهد في اليمن. فقد قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين يحيى سريع، قال إن الجماعة شنت هجوما ب17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا على أهداف سعودية. يأتي هذا بينما تتواصل المعارك بمحافظة مأرب، وهذا ما أدى إلى سقوط 70 قتيلا من الحوثيين والجيش اليمني خلال الساعات 24 الأخيرة. صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أكثر عددا من المعتاد، يعلن الحوثيون أنهم أطلقوها على السعودية. 17 طائرة مسيرة وصاروخا وجهت ضد أهداف في المملكة، وفقا لما قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، الذي أشار إلى أن الهجمات جاءت ردا على ما سماه العدوان. من بين الأهداف وفقا للمتحدث مصاف لشركة أرامكو في الجبيل وجدة. نفذت قواتنا المسلحة من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عملية هجومية مشتركة، عملية 30 شعبان، ب17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا استهدفت عمق العدو السعودي. ارتفاع معدل الهجمات اليومية الحوثية باتجاه السعودية توازيه معارك مستمرة على الأرض اليمنية.
المواجهات كانت شديدة للغاية في جبهة الكسارة بمأرب، وعدد القتلى من الحوثيين والقوات الحكومية كان بالعشرات. وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤولين أن قوات الحوثي حققت تقدما في الكسارة، بينما أحبط الجيش هجماتها في جبهة جبل مراد جنوبي مأرب. المعارك شاركت فيها طائرات التحالف بقيادة السعودية التي ألحقت أضرارا بعدد من آليات الحوثيين. هذا التصعيد في حدة المعارك على الأرض وعدد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ يضع التفاؤل الذي ساد الشهرين الماضيين بشأن إنهاء الحرب اليمنية في مهب الريح. مراسلنا من صنعاء نبيل اليوسفي ينضم إلينا الآن ليحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا اليوم، خاصة من ناحية الهجوم، إذا ما تكشفت أي معلومات جديدة عن هذا الهجوم والاستهداف الحوثي لمنشآت مدنية وعسكرية في السعودية، وأيضا عن المعارك المحتدمة نبيل في مأرب تحديدا. نعم وسام، بالنسبة لجماعة أنصار الله فقد أعلنت استهداف العمق السعودي ب17 طائرة وصاروخ باليستي استهدفت أماكن حيوية في المملكة العربية السعودية، لكن هذا لم يمنع تدفق الغارات لطائرات التحالف حتى اللحظة، ومنذ ساعات الصباح الباكر أكثر من 17 غارة جوية شنها طيران التحالف فقط على محافظة مأرب التي تدور فيها أعنف الاشتباكات بين الطرفين، مقابل كذلك غارتين على منطقة الوقع وهي تابعة لمحافظة صعدة وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية وهي قبالة نجران التابعة للمملكة العربية السعودية. جماعة أنصار الله من خلال هذا الكم المكثف من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية تحاول حتى أن تحد من قصف طائرات التحالف التي يتجاوز عدد غاراتها في اليوم الواحد إلى أكثر من 30 غارة، وبالتحديد على محافظة مأرب التي تدور فيها أعرف الاشتباكات ما بين كر وفر من الجانبين وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. في المقابل تحديدا في محافظة تعز اندلعت اليوم اشتباكات بين الطرفين، وبالتحديد في جبهة الأحكوم تجددت المعارك في هذه المنطقة وسط سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين بأن هذه الحرب في محافظة تعز مؤخرا قد تسببت في سقوط ضحايا أكثر من 120 مدنيا، وتسببت في أضرار كبيرة بالمنازل وكذلك بالمدارس وكذلك بالمستشفيات في هذه المحافظة. نعم. ناهيك عن أنها قيدت الحركة وتسببت بنزوح أكثر من 1000 عائلة. في محافظة أبيان تحديدا جنوب اليمن وسام، القوات التابعة للانتقالي تقول بأنها صدت هجوما للقوات الحكومية في منطقة خبر المراقشة، وسقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين في محافظة أبيان جنوب اليمن. نبيل اليوسفي من صنعاء، شكرا جزيلا لك. إلى تركيا الآن، حيث وصل رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة إلى العاصمة أنقرة في أول زيارة له إلى تركيا بعد توليه منصبه. دبيبة التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين. من جانبها قالت الرئاسة التركية أن زيارة دبيبة تستغرق يومين بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث يرأسان أول اجتماع لمجلس التعاون التركي الليبي الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة. من العاصمة التركية أنقرة ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أهلا بك أحمد، إذن آخر التفاصيل والتطورات بخصوص هذه الزيارة الليبية إلى تركيا، خاصة وأنه على ما يبدو قبل قليل كان هناك تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص هذه الزيارة وبخصوص اللقاءات الأولى من هذه الزيارة. بالفعل وسام، قبل قليل انتهى المؤتمر الصحفي المشترك عقب بين الرئيسين، بين الرئيس التركي ورجب طيب أردوغان وضيفه الرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، وذلك المؤتمر كان قد جاء بعد أن تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بين البلدين، خاصة في المجال الطبي والتعاون الأمني وكذلك في مجالات خدمية أخرى. أكد الرئيس التركي بدوره بأنه تم التطابق في الرؤى من قبل
كلا الزعيمين حول الإسراع في عودة القطاع الخاص التركي إلى السوق الليبية، وذلك من أجل البدء في إعادة إعمار ليبيا. وأيضا تحدث أنه من جدول يوم غد لرئيس الوزراء الليبي بأن يكون هناك لقاء مع عدد من الشركات في القطاع الخاص وخاصة رجال الأعمال من أجل دراسة وتقييم الوضع في ليبيا من أجل عودة البدء في مشروع إعادة إعمار ليبيا. وتحدث أيضا الجانب التركي حول الموقف التركي خلال الفترة الماضية بحيال دعمه لحكومة الوفاق الليبية والحكومة الشرعية، وأكد على أن الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية هو منطلق الحكومة التركية، وأنه لن يتخلى عن هذا الموقف وسيدعم الحكومة الحالية حتى تبسط كامل سيطرتها على الأراضي الليبية. هنا إشارة إلى أن تركيا مصرة على وقوفها في دعم الحكومة الشرعية، يبدو هناك توافق في الرؤى خاصة حول الأمور السياسية. أكد أيضا الجانب التركي على أنه تم إعادة التفاهم والتأكيد حول ضرورة التمسك بمذكرة المناطق الصلاحية البحرية التي تم التوقيع عليها في نهاية عام 2019 بين أنقرة وطرابلس. الجانب الليبي أيضا أثنى على الجهود التركية في إعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا، يبدو أن هناك مذكرات تفاهم كثيرة وقعت بين الطرفين، خاصة وسام أننا نتحدث عن وفد مؤلف من 14 وزيرا برفقة رئيس الوزراء وكذلك رئيس الأركان، فبالتالي هناك الكثير ربما من تطابق الرؤى بين كلا الطرفين. هذا ربما ستكشف عنه الأيام القادمة من خلال العودة التركية إلى الأراضي الليبية من خلال العمل في إعادة إعمار ليبيا وكذلك في تطبيق تفاهمات ومذكرات مشتركة. أحمد غنام من أنقرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مما سماه عواقب وقوع عدوان روسي على أوكرانيا، وعبر بلينكن في مقابلة متلفزة عن مخاوف واشنطن حيال التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا. من جهته لم ينفي الكرملين التعزيزات العسكرية مؤكدا أنها لا تهدد أي جهة، كما اتهم كييف بالقيام باستفزازات تهدف إلى تصعيد الوضع على الحدود. في منطقة فورونيج على مقربة من الحدود الأوكرانية تتواصل الحشود والتعزيزات العسكرية الروسية، تحركات أثارت مخاوف الولايات المتحدة، ولخصها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتحذيرات من عواقب وقوع عدوان روسي على أوكرانيا. بلينكن ردد في مقابلة مع شبكة NBC ما قاله الرئيس جو بايدن في حال تحركت موسكو بتهور أو بطريقة عدوانية ستكون هناك تكاليف. المخاوف الأمريكية يتقاسمها الحلفاء الأوروبيون في النادي الأطلسي وفي مقدمتهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا. كييف عبرت لهم عن قلقها من التحشيد الروسي قرب حدودها، ففي شرقها اندلعت اشتباكات باتت شبه يومية مع انفصاليين موالين لروسيا. موسكو بدورها لم تنفي تعزيزاتها على خط الجبهة، لكنها أكدت أنها لا تهدد أحدا، متهمة كييف باستفزازات تهدف إلى التصعيد، فلا أحد يسلك طريق الحرب، يقول المتحدث باسم الكرملين. ولكن موسكو لم تستبعد تدخل الجيش إذا حاولت أوكرانيا استعادة السيطرة على شرقها الموالي لروسيا. تصعيد عسكري ودبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا في وقت سيعود فيه وزير الخارجية الأمريكي إلى بروكسل، هناك وفي مقر حلف شمال الأطلسي سينضم إليه وزير الدفاع لبحث الملف الأوكراني. أما أنقرة العضو في الحلف الغربي فأعلنت دعم المفاوضات لحل الأزمة وإزالة التوتر بين الأوكرانيين والروس. من كييف ينضم إلينا موفدنا صابر أيوب. أهلا بك صابر، بأي عين تتابع أوكرانيا هذه التصريحات الروسية؟ بالأمس الكرملين قال إن لا أحد يريد الحرب، واليوم لا ينفي التعزيزات العسكرية ويقول إنها لا تهدد أي جهة، وبالتالي كيف تتابع أوكرانيا هذه التصريحات؟
بالفعل بنوع من القلق تتابع كييف هذه التصريحات وأيضا الحشود الميدانية. نحن نتحدث هنا عن 40,000 جندي روسي بمدرعاتهم بمقاتلاتهم بمختلف أنواع الأسلحة، 40,000 جندي على الحدود مع إقليم دونباس، و40 آخرين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا نهائيا عقب استفتاء شعبي في 2014. هذه مخاوف حدث بالإضافة إلى التصعيد الميداني، اشتباكات من حين لآخر. اليوم قتل جندي أوكراني أيضا بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، وهذا ما يدفع بكييف إلى التحرك، تحرك دبلوماسي. غدا سيزور وزير الخارجية الأوكراني مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل من أجل التباحث مع أمينه العام حول هذا التصعيد على الحدود الشرقية الأوكرانية. كذلك وزير الخارجية الأمريكي أيضا تحدث اليوم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي من أجل بحث هذا التصعيد، وذلك في استباق لزيارة مرتقبة له أيضا إلى بروكسل. واضح جدا أن هنالك جهود دولية، محاولات غربية. أيضا الرئيس الأوكراني يزور غدا باريس من أجل اللقاء بنظيره الفرنسي من أجل بحث هذا الموضوع وما يمكن أن تفعله باريس في هذا الخصوص. إذن القضية فيها تصعيد دبلوماسي بالإضافة إلى وجود تصعيد ميداني. يقول كلا الطرفان أنه لن يؤدي إلى حرب، لكن في حالة وجود هذا التصعيد يمكن لأي شرارة أن تطلق هذه الحرب التي يخشاها الجميع، أو ما يسمى في محاولة من روسيا لاختبار ربما الموقف الأمريكي، إلى أي مدى يمكن لأمريكا للغرب عموما أن يدعم أوكرانيا في حال اندلاع حرب على الأقل محدودة بين الانفصاليين والجيش الأوكراني. موفدنا من كييف صابر أيوب، شكرا جزيلا لك. تتابعون مشاهدينا في العرب اليوم بعد الفاصل. سوريا، تحقيق أممي يؤكد مسؤولية الأسد عن هجوم سراقب الكيماوي. حياكم الله من جديد. قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تبادل التهاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان عبر اتصال هاتفي جمعهما. ويعد هذا الاتصال الأول بين الرئيس المصري وأمير دولة قطر منذ بيان العلا الذي وضع الخطوط العريضة للمصالحة الخليجية. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراته من عدم التوصل إلى حل عادل لقضية سد النهضة، مشيرا إلى أن عدم حل القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب كاملا على أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في القاهرة أن لمصر حقوقا مائية لن تتخلى عنها. تتسابق مياهه مع أزماته، تريد سدا يحتويها. غالية هي مياه النيل الإفريقية وقيم سد النهضة هناك، مصر والسودان وإثيوبيا، واتفاق ثلاثي يغيب بين تراكمات المفاوضات. يؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الفشل في حل قضية السد يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. يؤكد وزير خارجيته خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أية إجراءات إثيوبية منفردة ستكون لها تداعياتها على القاهرة والخرطوم. نعول أيضا على العلاقات التي تربط روسيا بالدول الثلاث وقدرتها بما لديها من تأثير ومركز دولي مرموق بأن تدفع نحو الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية تفرغ الأساس واللي هو التوصل إلى حل من خلال المفاوضات، والتي تبدي مصر وجود إرادة سياسية قوية لديها لتحقيق هذا الغرض. تستعين مصر بروسيا وسيط خارج رباعية كان متفقا عليها بين الأخيرة والخرطوم لحل الأزمة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، تلك الأخيرة الحاضنة للملف منذ سنوات، ولا تقبل إثيوبيا وسيطا غيرها. تتفق معها روسيا في أهمية الوساطة الإفريقية، ويضيف وزير خارجيتها لم تتم دعوة موسكو وسيطا لحل الأزمة.
بالنسبة لسد النهضة، هذا الموضوع طرحه الأصدقاء المصريون، ونحن مهتمون بتسوية المسألة ومنطلقون من مبدأ أن التسوية تتم عبر الحوار الثلاثي، وعلى بقية الأطراف خلق ظروف جيدة لهذا التفاوض. أما إثيوبيا فتعرض على الطرفين ترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني للسد، تقول بذلك إنها ماضية في ملئه في موعده يوليو المقبل. يرفض الطرفان وتعتبره الخرطوم شراء وقت وفرض واقع إثيوبي. يضيف وزير الري السوداني: معني السودان بسد يبعد عن حدودها 15 كيلومترا ولا يوجد اتفاق يحمينا من المخاطر. تستنكر أديس أبابا ذلك، تجد أنها عالجت مخاوف الخرطوم بشأن السد، وترى أن مصر قد فشلت في الاعتراف بسخاء إثيوبيا، تقول وزارة خارجية أديس أبابا. لا تقدم إثيوبيا خيارات أكثر، تمر مياهها بين سدود الوسطات ولم تتوقف حتى الآن عند واحدة. ندد الفلسطينيون في مدينة القدس بعملية تسريب عقارات في بلدة سلوان الأسبوع الماضي، وتشهد المدينة تحركات لوضع آليات لمنع تسريب العقارات، لا سيما وأن سلطات الاحتلال تستخدم آليات وطرقا ملتوية لتسريب العقارات المملوكة للفلسطينيين من أجل تهويد المنطقة. أيام قليلة مرت على تسريب عقارات في سلوان، ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض سربت للمستوطنين في هذا الموقع، لكن تداعيات هذا الموضوع مستمرة. رفض شعبي واسع وإدانات وتوقيع على ميثاق شرف بين العائلات في سلوان، ردا على عملية بيع عقارات وتسريبها لجمعيات استيطانية. الوثيقة التي يعني نادت بمقاطعة كل من سرب ويعني ساعد وسمسر في هذا الأمر، هناك مقاطعة كاملة. هذا الرد الشعبي ترافق أيضا مع تحركات من قبل عائلات من اتهموا بالتسريب، فهي الأخرى تبرأت منهم، إضافة إلى التأكيد على فتوى قديمة بعدم غسل وتكفين ودفن من تورطوا في بيع العقارات للمستوطنين. لكن هناك من يرى ضرورة القيام بخطوات ملموسة كي لا يتكرر ما حدث. يجب في المجتمع المقدسي أن يتم إنشاء لجان في كل حي مسؤولة عن عملية بيع أي قطعة أرض أو عقار، تتابعها منذ البداية، لا يتم البيع إلا عبرها وتكون هي مسؤولة. في بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى تتواجد نحو 70 بؤرة استيطانية، وبحسب جهات محلية فإن ما لا يزيد على نصفها تسرب، أما الباقي فاستولت عليه سلطات الاحتلال بفعل قانون أملاك الغائبين. في بلدة سلوان تكثف جمعية الاستيطان من استيلائها على العقارات، فمنذ سنوات وعقارات البلدة تقع في دائرة الاستهداف وبكافة السبل عبر سماسرة وطرق أخرى، لكن يأمل الأهالي هنا أن تكون خطواتهم المتخذة رادعة لأي عملية تسريب في المستقبل. أحمد جردات، العربي، القدس. إلى لبنان، حيث وقع وزير الأشغال العامة والنقل بحكومة تصريف الأعمال على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة. يأتي التوقيع بعد عقد اجتماع في الوزارة بين مسؤولين في المديرية ووفد من قيادة الجيش، ضم أيضا الأعضاء العسكريين في مفاوضات ناقورة لمناقشة المرسوم. من جهته قال وزير الطاقة الإسرائيلي في معرض رده على إقرار لبنان لحدوده البحرية إن لبنان على ما يبدو يفضل نسف المحادثات بدلا من محاولة التوصل إلى حلول متفق عليها. في رسالة واضحة من فخامة رئيس الجمهورية بخمسة تشرين الأول بخمسة أيلول توجهت للأمين العام للأمم المتحدة بيحكي عن تغييرات صارت بالمرسوم 6433 وعن طريقة احتساب مبنية على جزيرة صغيرة اسمها تخليد اللي هي بتطلع يمكن قدها الغرفة، اللي هي دفشت حدود لبنان تقريبا 1800 كيلومتر مربع. وهيدي الرسالة هي كافية وكان بيأدي بس انه يصير تأكيد عليها تا انها هي توفي بكل الغرض اللي نحنا وانتو وكل الناس كانت عم تحكي فيه، وهو طبعا الحفاظ على حق لبنان بالمياه الإقليمية وما في هذه المياه، المياه اللي هي بتصح للبنان وما فيها من ثروات نفطية وغازية.
أعلنت منظمة الأسلحة الكيماوية أنها خلصت بعد التحقيق إلى أن سلاح الجو التابع للنظام السوري استخدم غاز الكلور في الهجوم على مدينة سراقب عام 2018. وقالت المنظمة في بيان أن الخلاصات التي وصلت إليها جاءت نتيجة متابعة من فريق محققين تابع لها. وكان هجوم سراقب قد حدث في الرابع من فبراير عام 2018. استأنفت اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد في العراق والتي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي استأنفت نشاطها بعد توقف دام أكثر من شهرين لم تعلن خلاله أي عمليات لملاحقة متهمين بالفساد أو فتح ملفات تحقيق جديدة. بينما تقول وزارة المالية العراقية إن الفساد المالي والإداري تسبب بخسارة نحو 450 مليار دولار أمريكي، وأن كثيرا من هذه الأموال أسهمت في تمويل الجماعات المسلحة بمختلف مشاربها وانتماءاتها. اللجنة العليا لمكافحة الفساد تستأنف نشاطها، تلقي القبضة على عدد من المديرين العامين، مدير عام منشأة الحديد والصلب ومدير عام شركة الإسمنت العراقية كان من بين المعتقلين. اللجنة وجهت أيضا بتجميد عمل 8 مديرين عامين في وزارة الصناعة والمعادن. نشاط اللجنة العليا جاء بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب ضغوط سياسية من قبل أحزاب وجهات متنفذة وفق متابعين. هاي القوى السياسية موبوءة بفيروس الفساد ولن تستطيع أن تتخلى عن الفساد، لأن هذا نهايتها، نهاية وجودها. فبالتالي الفاسدين أو الفاسدون لا يمكن أن يقوموا بعملية إصلاح. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى إلى فتح ملفات فساد مالي وإداري يناهز عمرها عقدا ونصف العقد من الزمن. أنا ما أعتقد تحقق 100% ولا 50%، لكن إذا حققنا 20 أو 25% كافي. لماذا؟ لأن طبيعة ما يحصل لدينا مسألة لا يمكن أن تضبطها مجلس، لأن المسألة استشرت، تفاقمت، ازدادت، يعني في كل مناحي الحياة. العراقيون لم يصلوا بعد إلى قناعة بعمل لجان مكافحة الفساد التي تشكلت على مدى 6 حكومات سابقة، ويقولون إنها تتجاهل الفاسدين من الشخصية الوازنة. اللجنة باشرت عملها لأن الشارع العراقي ينظر إليها بعين من الشك، إذ يرى أنها لم تفتح بعد أي من الملفات التي تتعلق بكبار المسؤولين واكتفت بمن هم دون ذلك. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. أحيلت قضية ما يسمى بملف الفتنة المتعلق بالأمير الأردني حمزة بن الحسين ولي العهد السابق إلى المدعي العام لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية. وأفادت مصادر للعربي أن عددا من الأشخاص أحيل أيضا إلى المدعي العام، من أبرزهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. هذا وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد التقى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في مجلس الأمة لإحاطتهم علما بالتطورات الأخيرة. تزداد المخاوف لدى السودانيين من استمرار قطوعات الكهرباء التي تستمر لعشر ساعات خلال شهر رمضان. ويعاني السودان نقصا حادا في إنتاج الكهرباء بسبب عدم توفر الوقود للمحطات الحرارية وشح موارد النقد الأجنبي لأعمال صيانة المحطات. وقد تسببت القطوعات الحالية في الكهرباء في خروج عدد مقدر من المشاريع والمصانع من دائرة الإنتاج. من هدير وعمل دؤوب إلى سكون لم تتعود عليه، لساعات طويلة تظل ماكينة هذه المطبعة متوقفة عن العمل، وكذلك بدر الدين صاحب هذه المطبعة بالخرطوم. يقول إن الانقطاع المتواصل في الإمداد الكهربائي ألحق به خسائر فادحة. الكهرباء بتجيني في زمن محدود جدا، بشتغل زي 14 يوم إلى 13 إلى 11 يوم في الشهر، فده ما ممكن يفتح بيت، ما ممكن يدي مصاريف بتاعت أسرة، مصاريف بتاعت الطلاب في المدارس، ما ممكن يغطي لي حتى الإيجارات.
فمن أصل 4500 ميجاوات هي القدرة الإنتاجية للكهرباء في السودان، ينتج منها 1820 ميجاوات فقط. واقع دفع الحكومة إلى برمجة قطوعات ولساعات طويلة شملت قطاعات سكنية وصناعية، قطوعات لا يجد لها كثيرون مبررا في ظل التزام المواطن بدفع فاتورة الكهرباء مقدما للحكومة. الكهرباء الآن ليست مجانا، بل بأسعار أعلى حتى من السعر الحقيقي، ويشتريها المستهلك مقدما ولا يجدها. نحن نريد إجابات واضحة من الدكتور جبريل وزير المالية، لماذا هذا التعطيل لمصالح الناس؟ أما وزارة الطاقة فقد أعلنت مؤخرا عن الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الحالية، وكشفت عن الخطط الموضوعة للنهوض بهذا القطاع. في شح في الوقود، عمل ربكة نحن عايشينها الآن بتوفير الوقود والصيانة اللي تمت فترة فاتت وما الإيراد الحاصل الآن في المحطات المائية، الموضوع ده حيتحلى بمشي الحال بصورة مناسبة. وكان السودان قد شرع في تعلية بعض سدوده المائية لزيادة إنتاج الكهرباء لمقابلة 4500 ميجاوات هي متوسط استهلاك السكان من الكهرباء، في حين تتحدث تقارير حكومية عن حاجة السودان إلى 5 سنوات أخرى لإحداث نهضة ملموسة في قطاع الكهرباء. تؤكد وزارة الطاقة سعيها المتواصلة لاستدامة التغذية بالطاقة الكهربائية، لكن الوصول إلى مرحلة التوازن بين إنتاج الكهرباء والاستهلاك المتزايد يتطلب حسب مختصين التخطيط لمشروعات في مجال الطاقة تخرج البلاد من نفق أزمة الكهرباء. نزار البغداوي، العربي، الخرطوم. بدأت بريطانيا تخفيف تدابير مكافحة جائحة كورونا بالبلاد وفتح جميع المتاجر حتى تلك التي تقدم خدمات غير أساسية في خارطة طريق حكومية للخروج من الإغلاق الثالث الذي تم فرضه مطلع يناير لمواجهة الجائحة. يأتي ذلك في وقت تعاني خلاله دول أخرى من ارتفاع في عدد الإصابات، بينما تواجه حملات التطعيم صعوبات، حيث بلغت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس على صعيد العالم 2,900,000. بعد أن كانت الدولة الأكثر تضررا من جراء وباء كورونا في أوروبا، ها هي بريطانيا تستعيد عافيتها تدريجيا. المتاجر والصالات الرياضية والباحات الخارجية للمطاعم عادت فتح أبوابها في ثاني تخفيف للقيود. الفضل في ذلك يعود بحسب متابعين لحملة التطعيم التي أطلقتها حكومة بوريس جونسون والإجراءات الإغلاق التي خفضت الوفيات والإصابات بشكل كبير. وبالمقابل فإن الصورة في أنحاء أخرى من أوروبا لا تبدو وردية. ألمانيا أعلنت أن حصيلة الإصابات لديها تجاوزت 3 ملايين، وأما فرنسا التي تسير فيها حملة التطعيم ببطء فقد قررت توسيع الحملة لتشمل السكان الذين تجاوزت أعمارهم 55. المشهد يبدو سوداويا في دول أخرى بعد أن بلغت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس على صعيد العالم 2,900,000 إصابة. الهند شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بعد مهرجانات دينية تواصلت لأسابيع وتجمعات انتخابية لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 13 مليون. وبالانتقال إلى البرازيل التي سجلت ثانية أعلى حصيلة وفيات من جراء الفيروس في العالم بلغت أكثر من 350,000، فقد كشفت دراسة أن أعداد الشباب المصابين القابعين في أقسام العناية المشددة الشهر الماضي تجاوزت أعداد الفئات الأكبر سنا في هذه الأقسام. في أثناء ذلك يتواصل الجدل في مناطق أخرى من العالم بشأن مدى فعالية اللقاحات وأثارها الجانبية. استراليا تخلت عن هدفها تطعيم كامل سكانها تقريبا بحلول نهاية العام، مع بدء النقاش حول وجود رابط محتمل بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم. وفي الصين أشار مسؤول رفيع المستوى في مجال احتواء الوباء إلى أن لقاح سينوفاك الصيني لا يحمي بمعدلات عالية من فيروس كورونا.
يمتلك العالم اليوم لقاحات يمكن أن تحد من انتشار كورونا، لكن العالم لا يزال بحاجة إلى علاجات تساعد في الشفاء من تداعيات المرض الخطيرة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. علاجات كورونا استحوذت على اهتمام العلم والعلماء منذ بداية تفشي الوباء، إذ دعا الانتشار العالمي للجائحة إلى تطوير استراتيجيات علاج فعالة وآمنة بمضادات الفيروسات، وأظهرت العلاجات المضادة للفطريات والأدوية المضادة للاكتئاب نتائج باهرة في القضاء على فيروس كورونا. فعقار إيتراكونازول المضاد للفطريات والذي يستخدم لعلاج القلاع وأظافر القدم المصابة أظهر فعالية في قدرته على تقليل تكاثر فيروس كورونا والقضاء عليه. يعمل إيتراكونازول ضد الفطريات عن طريق منع دخول الكوليسترول إلى الخلايا الفطرية ويوقف تكاثرها، ومن المتوقع أن يعمل ضد فيروس كورونا بالطريقة ذاتها. والإيتراكونازول فعال كذلك ضد فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك الإنفلونزا A والفيروسات الأنفية البشرية. وأظهرت البيانات أن فلوكسيتين وهو مضاد للاكتئاب كان فعالا أيضا. والدراسة المنشورة في المجلة البريطانية لعلم الأدوية أظهرت نجاح العلاجين في القضاء على كوفيد-19 عن طريق منع الفيروس من النمو والتكاثر في الخلايا المزروعة في المختبر. ووجد أن المشاركة الدوائية للعقارين منعت فيروس كورونا من التكاثر بنسبة تزيد عن 90%. في أفغانستان يحل شهر رمضان، فيما يعاني نازحون في المخيمات المحيطة بالعاصمة كابول صعوبات جمة في التأقلم مع حياتهم نتيجة بعدهم عن ديارهم جراء استمرار الحرب. ومع انتشار البطالة والفقر بين الأسر النازحة تتفاقم مشاكل هؤلاء في توفير أدنى متطلبات العيش الكريم، لا سيما مع غلاء الأسعار والمواد الأولية، خاصة مع حلول شهر رمضان. حياة مؤقتة يعيشها النازحون الأفغان بعيدا عن ديارهم، منازلهم غرفة كما هو حال هذه الأسرة النازحة عن ولاية هلمند حيث المعارك على أشدها، ومقتنياتهم قليل من الأدوات المعلقة التي تثقل جدرانها المتهالكة. رب الأسرة غير قادر على العمل، يقول إنه يعاني مرضا جراء إصابات سابقة، يتطلع إلى ما يجود به المحسنون في شهر رمضان ليسد رمقه ورمق أولاده. الأسعار مرتفعة للغاية، وها قد حل شهر رمضان لم يتلقى سكان مخيمنا مساعدات بعد، وهم بأمس الحاجة لها. المخيم الواقع إلى الغرب من كابول يضم عشرات البيوت الطينية التي بنيت على عجل، تتوسطها أزقة ضيقة يعاني سكانها البطالة والفقر المدقع. يحل علينا شهر الصيام فيما هنا الكثير من البطون جوعى، أناشد الجميع لتقديم يد العون لهم. وفيما تبدو السلطات عاجزة عن إيجاد حلول جذرية للمشكلة، فإن أقصى ما تستطيع فعله تنظيم حملات توعية لحث الناس والأغنياء على الإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك الكثير من الروايات عن رسول الله قالها في بداية كل شهر رمضان، وتحمل أخبارا واعدة للبذل والعطاء على الفقراء. والفقراء يشكلون حاليا نصف سكان أفغانستان، وتحذر الأمم المتحدة من أن الظاهرة آخذة في التوسع لتشمل نحو 70% من السكان مع نهاية العام الجاري إذا ما بقيت الأوضاع على ما هي عليه الآن. يحل شهر رمضان على الأفغان، وكما في كل عام تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، إلا أنها تبدو أكثر شدة هذه المرة بفعل تداعيات جائحة كورونا ونتيجة إغلاق عدة منافذ حدودية. جواد جوادي، العربي، كابول. في روسيا يقام معرض الليزر في سان بطرسبرغ الذي احتفل بطريقة فنية بالذكرى 60 لأول رحلة روسية مأهولة إلى الفضاء. العرض تم تنظيمه على جسر بالاس تكريما لرائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين، الذي ما يزال يشكل رمزا للنجاح الروسي بالنسبة للكرملين.
وجسدت الرسوم الليزرية مواقف متنوعة من سيرة جاجارين أثناء رحلته، وذلك لإلهام الحماس في نفوس الأجيال الجديدة. ونختم العربي اليوم بفقرة أنا العربي، وهي عن السرقة التي تعرض لها رجل الأعمال الفرنسي برنارد تابي. Réveillé en pleine nuit à 2h du matin par quatre individus qui s'en sont pris à eux avec une extrême violence, les ont frappés, qui les ont ligotés, qui a été tirée par les cheveux parce que bien évidemment il y avait un trésor quelque part, il fallait le trouver. Or, il n'y a pas de trésor. Bon, et je crois que leur violence était d'autant plus forte qu'ils n'obtenaient rien parce qu'il n'y avait globalement pas grand chose à prendre. هذا مشاهدينا نصل إلى نهاية العربي اليوم لهذا اليوم. أما الآن فننتقل وإياكم إلى برنامج للخبر بقية مع زميل جمال عز الدين. إليك يا جمال.